تأثير الفوكودر. جديدة من حلقات هندسة الصوت. النهاردة هنتكلم عن تأثير معروف جدا من تأثيرات الصوت، بيستعمل في كتير من الأعمال الغنائية والأعمال الدرامية علشان إعطاء نوع من الصوت الآلي بخلط صوت حقيقي فعلا لبني آدم بأصوات السينسايزر. سينسايزر يعني اللي احنا بنسميه عندنا بكلامنا الأورج، أنواع من الدوائر الكهربائية بتنتج ذبذبات، والذبذبات ديت الكهربائية اللي بتنتج إلى صوت، ويخلطهم ببعض فيطلعوا أصوات مش موجودة أساسا قبل كده. يعني تلاقي السينسايزر ده صوته غريب، صوته إلكتروني زي ما بيسموه من الموسيقى الإلكترونية. فالصوت دوت ممكن السينسايزر يكون صوته قريب جدا من أصوات آلات، فيعني قربوه كان زمان لأصوات الآلات، ده صوت قريب من الفلوت، ده صوت قريب من الكمانجا، ودي أصوات كلها مخلقة. ومن الممكن كانوا يستعملوا عينات صوتية يترجموها فعلا، عينات حقيقية تترجم ديجيتال وتتحط على الشريحة، فتيجي تعزف انت الأصابع بتاعت الكيبورد بتاعتك فتطلع لك صوت الناي اللي تسجل قبل كده بالكيبورد. فطبعا بدأت الأصوات تبقى أقرب للواقعية من انهم سجلوها في استوديو فعلا وعملوها ديجيتال، لزقوها على البوردة بتاعت الكمبيوتر بتاع الكور الأورج من جوه، فخلاص بقت تنتج الصوت ده. السينسايزر بقى لازال عايش هو كمان، انك بتنتج اصوات مش موجودة قبل كده، ملهاش اي مثيل في الطبيعة، وممكن كمان تتحكم في انك انت تنتج الاصوات دي اساسا، ازاي تعملها من النشأة، ازاي تنشئها اساسا عن طريق المعادلات الموائمات اللي هم بيحطوها ديت ويغيروا فيها البارامترز بتاعتها او النسب بتاعتها فتطلع لي الاصوات اللي هي موجودة ديت. السينسايزرز الموجودة اللي بتطلع الحاجات دي، انا ممكن اخلط الصوت دوت بصوت الانسان اللي انا دخلته على الكمبيوتر ديجيتال دلوقتي فيطلع لي كأن الإنسان ده بيتكلم كأنه روبوت مثلا، واخلط الاثنين ببعض واطلع إمكانية صوتية جديدة تشبه إلى حد كبير الطريقة بتاعت الأوتو تيون. الأوتو تيون أنا دخلت الصوت ديجيتال وقعدت أعدل فيه، أنا المرة دي دخلت الصوت ديجيتال وركبت عليه صوت آلة تانية وبقت كأن الإنسان هو اللي بيتكلم، هو الآلة اللي بتتكلم. يعني نشوف مع بعض درس عملي عن تأثير الفوكودر. زي ما احنا شايفين كده، ده السوفت وير اللي انا بسجل عليه، ممكن ينفع مع اي سوفت وير، فما ما تقولش انت بتستعمل برنامج ايه وما بتستعملش برنامج ايه، ده سوفت وير بتاع دي اي دبليو عادي جدا، ممكن اي سوفت وير بتاع استوديو انت بتستعمله يكون هو دوت اللي تقدر تعمل بيه التأثير دوت لو كان موجود عندك. زي ما احنا شايفين المؤشر بتاع الصوت بتاعي بيتحرك ليه، لان انا موصل مايكروفون بالمدخل بتاع الاوديو انترفيس بتاعي، فلان انا هسجل صوتي دلوقتي، فهسمع اسجل صوتي بان انا هقول مثلا جملة معروفة ونعملها بالفوكودر ونخلط صوت الفوكودر بيها ونشوف هيحصل ايه. هلبس السماعة وهسجل المقطع اللي احنا هنعمله بالفوكودر دوت. انا اخترت غنوة لسيد درويش الله يرحمه، هسجلها دلوقتي معاكم. اهدى اللي صار وادي اللي كان، ملكش حق ملكش حق تلوم علي. نجرب الصوت. أهدى اللي صار وادي اللي كان، ملكش حق ملكش حق تلوم علي. أنا دلوقتي سجلت المقطع، دلوقتي هفتح الفوكودر على التراك التاني عشان نضيف نوت للفوكودر دوت. ده الفوكودر بتاعي، نسمع صوته. أورج زي أي أورج يعني. فإحنا دلوقتي هنسجل الحتة اللي إحنا عملناها دي باللحن بتاعها دوت على الفوكودر ده زي ما إحنا هنشوف دلوقتي. أهدى اللي صار وادي اللي كان، ملكش حق ملكش حق تلوم علي. نسمع صوت السينسايزر من غير صوت المطرب.
طبعا لاني مسجله ميديا انا ممكن اتحكم في صوت النوت، طول النوت نفسها، واحده متقدمه واحده متاخره. فده طبعا ان انا بيتيح لي مرونه كبيره جدا ان انا اغير من النوت مثلا بتاعتي دي، اعدلها بان انا احرك النوته فوق وتحت بحيث انها تطلع على نوته تانيه من نوت الكيبورد اللي احنا شايفينها دي كلها. هنسمع بقى الاثنين مع بعض لما هدخل للفوكودر دوت، زي ما احنا شايفين اهو ده الفوكودر بتاعي دوت، صوت البشري بتاعي اللي انا سجلته على التراك الاولاني دوت، وهدخله من خلال البرنامج دوت واشوف هيطلع الصوت ايه معايا مع النوت ديت. فانا هختار ان انا من الاوديو اختار ان انا عايز اقرا الاوديو نمره واحد، الاوديو نمره واحد اللي هو التراك بتاعي اللي انا سجلته ده، وده هو ده الاوديو واحد، دخلته على الفوكودر. من الفوكودر في موجود حاجات يعني موجوده اساسا من المصنع نفسه يعني، فانا ممكن اختار مثلا فوكودر، اختار الزبطات بتاعته وابتدي ايه اتحرك معاها يعني. فمثلا نشوف الكتريفايد فوكودر، نجرب دوت، هعمل ميوت لصوت الانسان. نسمعهم الاثنين مع بعض بقى ونخلط الخلطة دي. أهو ده اللي صار وادي اللي كان، ملكش حق ملكش حق تلوم عليا. أهو ده اللي صار وادي اللي كان، ملكش حق ملكش حق. ممكن اعدل بقى البارامترز دي بتاعتي زي ما انا عايز يعني، ممكن اعمل الاصوات زي ما انا عايز، مثلا حاده تخينه زي ما انا عايز. ممكن كمان اضيف اكتر من فوكودر كمان على الموضوع دوت، نشوف لما نضيف واحد واثنين فوكودر يحصل ايه. انا هعمل كوبي للتراك ده بكل اللي فيه كده، فانا عندي اطفي الفوكودر الناحية دي وهعمل الفوكودر اللي هنا دوت واضيف اشوف الصوت تاني مثلا غير الالكتريفايد دوت. نسمع ده نشوف هيطلع صوته عامل ازاي. هطفي الاولاني. أهو ده اللي صار، ملكش حق ملكش حق اللي كان، ملكش حق ملكش حق تلوم عليا. نضيفهم التلاتة بقى مع بعض نشوف هيطلع ايه. أهو ده اللي صار وادي اللي كان، ملكش حق ملكش حق تلوم عليا. أهو ده اللي صار وادي اللي كان، ملكش حق ملكش حق تلوم عليا. طيب أنا ممكن بقى يعني عشان تعرفوا إمكانيات الفوكودر أنا ممكن أعمل إيه، أنا ممكن آخد كل الميدي مثلا بتاع التراك نمرة 3 اختار كل الميدي وهرفعه تالتة سروادي اللي كان،
حقك اللوم عليا. وهرفع دوت 5 او انزله زي ما انا عايز. شوف انا اتغيرت الصوت بالميدي، شوف الصوت الاصلي. اهو ده اللي صار وادي اللي كان ملكش حق، ملكش حق تلوم عليا. فبكده انا ممكن اغير التون بتاع الصوت اللي انا بنتجه بالصوت الفوكودر دوت بناء على اللي انا عاوزه، يعني احرك النوت بتاعت الميدي زي ما انا عايز. ده انا ممكن اغير اللحن كمان، نغير اللحن. يعني غيرت انا الحته ديت بقت حاجه تانية خالص. يعني مثلا هغير الحته دي ونسمعها. فانا غيرت حتى اللحن بتاع الفوكودنج بتاع ان انا اضيفه، اعلي ثالثه اعلي 5 زي ما انا عاوز، فبتحكم في اللحن ال ندى او الصوت الجديد المعمول من صوت صناعي. طبعا اللي شاطر بقى هيقعد على الفوكودر دوت ويغير في البارامترز بتاعه الاجهزه اللي متداخله مع بعضيها اللي بتطلع الاصوات ديت بجنريتورز اللي بتنتج الاصوات دي، او الاصوات الاجهزه اللي بتطلع موجات صوتيه من جوه الفوكودر ده، يقعد يعدل بقى في الاصوات ديت لغايه ما يطلع امكانيات لا نهائيه ويطلع اصوات حلوه فعلا منه ممكن تتخلط بالصوت الادامي، تطلع لك تاثير جديد ممكن تستعمله في اعمالك الفنيه او في اغانيك. هو ده الفوكودر، واتمنى انكم تكونوا استمتعتوا بالحلقه، واشوفكم الحلقه الجايه.